أعلن الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية للحج ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 17 حالة بعد وفاة حالة جديدة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية. كان اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية قد أعلن أمس ارتفاع حالات الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 16 حالة، شملوا 6 حجاج من بعثة القرعة و5 حجاج من بعثة السياحة وحجين 2 من بعثة التضامن، بالإضافة إلى 3 من حج الفرادة.